انت بتبص لها من بعيد، دلوقتي بتبص لها من فوق، تقدر تقول الصح والغلط. انا قصرت في حق نفسي، لا ما قصرتش، لا اتظلمت، لا ما اتظلمتش، يعني خلاص. لا، من ناحيه الظلم دايما انا ما بشوفهاش ظلم. هو دايما كابتن سيف المشكله ان من اللعيب نفسه بيشوفها ان هو اسهل كلمه يقولها ان انا اتظلمت. هو الموضوع مش ظلم، لان مفيش مدرب بيظلم حد. هو مدرب بيبقى محكوم ان هو لازم 11 يلعب من وسط 30، يعني هي اختيارات فنيه. الفتره اللي انت قعدته كابتن عبد الواحد لعب، كان هو الافضل؟ مش ضروري يبقى الافضل، بس هي الموضوع كان اختيار فني في الوقت ده، ان شايف ان ده الاصلح انه يبقى موجود في الملعب. وارد ان المدير الفني بيبقى شايف حاجات احنا مش شايفينها، بس كنت انت في الفتره دي شايف ان انت وصلت الفورمه، لا تاهلك كمان ان انت تبقى الزمالك والمنتخب، مش بس الزمالك بس. لان لما انا برجع بشوف الماتشات وبشوف المستوى، لا هو الموضوع ان في فرق ما بين ان انت موهوب وما بين ان انت مصنوع. الحمد لله ان الواحد من بدايته كان موهوب. ليه؟ لان انت بتلعب لحد دلوقتي بامكانيات. وفي حارس مصنوع؟ في طبعا حارس مصنوع. زي مين؟ زي عبد الواحد وزي عصام الحضري، دول من الحراس اللي هم المصنوعين. عصام الحضري مصنوع مش موهوب؟ طبعا، لا مصنوع. كل اللي وصل له عصام دوت من اجتهاد وشغل وعزيمه واراده وتطور، ولازم يشتغل ولازم ودلوقتي